كلنا واحد، مبادرة تتواصل فعاليتها، ولكن هذه المرة من أجل طلاب مصر بسداد المصروفات المدرسية عن الطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية من أموال رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن، حيث توجهت مأموريات من الضباط إلى عدد من المدارس المستهدفة بنطاق كل مديرية ومعهم هذه المصروفات، وقاموا بتسليمها إلى المسؤولين بمديريات التربية والتعليم التي أعدت كشوفا بأسماء الطلاب الذين تم اختيارهم لسداد مصروفاتهم في بادرة إنسانية تعكس مدى حرص مبادرة كلنا واحد التي تأتي برعاية رئيس الجمهورية أن تخفف من الأعباء عن المواطنين في كل مناحي الحياة وأينما كانوا.